ديري بيهم تقدري ديري بيهم حتى بايله بدون سمك. البايله صافي با دير الحوت ولا ما تنديرش البايله. جات بنينه بنينه فكرتيني وقت الكلام على البايله. البارح غير طفت الكاميرا بدات هذاك التمثيل عمرته انا وكيما العاده دايما معايا ليكيب ديالي جنود الخفاء. جات بنينه ما شاء الله، ان شاء الله تكونوا يكونوا سياوها ان شاء الله ان شاء الله. لا قال لك يسيوها ان شاء الله في الايام اللاحقه ان شاء الله. قلت يعني حتى ولي ما دارش ما صبتش الحوت ولا الامكانيات الله غالب نقدروا نديروا بايضه بالدجاج نزيدوا لها حبيبات مرقاز. يعني تقدر السيده تنوع باشياء اخرى فوالا توجور السيده هي اللي تتحكم في المطبخ تاعها. يلا عندنا اول اتصال على حسب ما يقولوا لي. الو 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 مساء النور. السلام عليكم. سمية؟ نعم تفضلي. الحمد لله يا ربي اللي حكمتكم. الحمد لله الحمد لله والحمد لله اللي سمعنا صوتك. وش رايك واش عامله في البوليده على ما اظن هذا الاتصال؟ الحمد لله فيك الخير فيك الصحه. من البوليده سعاد من البوليده هكذا؟ وي وي وي. يلا وش رايك طمنينا على ناس البليده كيفاش راكم؟ والله الحمد لله يا ربي الحمد لله. يعني الاجواء بدات تتحسن ما شاء الله الحمد لله. نشكروا ربي ونحمده. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا هذا البلاء. الحمد لله يا رب الحمد لله. كلش بالصبر كلش بالصبر اكيد ليلى. قولي لي كاش تخانايل عندكم تما؟ نو جورا وشباب. يلا نسقسيك بما انك عيطتي الالو شاف وقبل ما نجوز لك ليلى زعما ندير فيك شويه سكاره. قولي لي واش طيبتي الفطور اليوم؟ انا ولادي انا عندي غير لي كارسون يحبوا سباغيتي. قلت لهم سباغيتي سباغيتي وي شحال نحب لي فات. درتي صوص حمراء ولا بيضة؟ روج روج. تخي بيان. يلا نجوز لك الشيف ليلى بصحتكم. نجوز شغل حسدتهم باسكو مازال ما فطرتش درك نفطروا حنا. تفضلي الشيف ليلى معاك. ليلى اهلا اهلا وسهلا. مرحبا مدام. يسلمك يسلمك. مرحبا بيك. مرحبا بناس البليده. الحمد لله على سلامتكم. يسلمك يسلمك يعطيك الصحه. انت ثاني ربي يعاونك ربي يعاونكم كاع كيما راكم. الله يسلمك الله يعاونك. متتبعه وفيه. الحمد لله على سلامتك ليلى. عطيك على سلامتك. الله يسلمك حبيبتي الله ينورك. يسلمك انت ثاني. كاش ما جربتي معنا؟ جربت وين؟ واش جربتي ونجحتي؟ احكي لنا فرحينا معاك. نعم ليلى؟ فرحينا فاش نجحتي وفرحتي. والله درت لي كراسا درت لي سوفلي درت. جاوك خفاف لي سوفلي؟ حوايج كانوا ساهلين واقتصاديين والحمد لله كانوا في المتناول الجميع. الحمد لله وبنان سورتو. الحمد لله يا رب صحتكم. صانو في بليزير كي تجربوا وتنجحوا هذاك هو المبتغى تاعنا. يسلمك. والله غير الحاجه اللي تعجبني يا ليلى زعما ديري شحال من حاجه انتولي كانتي ولا غيرك ديروا شحال من حاجه زعما في وقت ما باليش انا وقت قصير حتى حتى نحسدوكم كيفاه ديروا زعما كيما هكذاك. حنا والله ما نلحقهم شويه حنا نجروا مع شي راه حنا يعني صافيك رانا شاطرات زعما انا ندي في الشيعه هي يطيب وانا واقفه بصح الله يبارك فيك. انا شاطرات نطيبوا شحال من فلا في ساعه ونص برك. ما نقبل خاطر تكون ساعه اكيد كان ساعه كان ضيق الوقت. ساعه ونص رانا مرتاحين يعني انا ما شاء الله يعني الشكر للقناه لهذا الوقت اللي زادته هنا. اكيد رانا الاز البارح شبعنا قصره. وهذا ربما لانه البرنامج ليلى عنده متتبعين شغل من كل بزاف ونحيوهم ونشكروهم يعني. هذا الشهور وقتي هذه المحنه وكاع وجاب لي ربي ثلاثه لا بروميير ان شاء الله تكون لا بروميير. الحمد لله ما غير هذه المحنه كانت واقفه وزعما والحمد لله. اكيد اكيد لينا احبه ولينا ناس نحبوهم وعزاز علينا في كل يعني انحاء الوطن والبليده تقاست بزاف والحمد لله الان راهي تتحسن. الحمد لله الجزائر كلها تتحسن ان شاء الله يا ربي دائما الى الافضل. الوقايه فقط ان شاء الله. يعني ما نستهزاش. قولي لي كاش ما حبيتي تسقسي شاف ليلى؟ والله يا ليلى كان زعما وكان نصيب انا نسقسيها كل يوم كل دقيقه كل ثانيه كل نسلفوها لك. قولي لي نبعثها لك البليده. ما كاينش بعيده عليا نجيكم ان شاء الله. ومرحبا بك انت كذلك. مرحبا بك عندنا. يسلمك يرحم والديك. الله يزورينا الله يشبعوك. ماذا بيا والله ما شاء الله. مرحبا الله يسلمك يعطيك الصحه. الله يسلمك الله ينورك. شكرا لك وتحياتنا لك ولكل عائلتك واولادك نقول لهم الصحه ان شاء الله يسلموا على وليداتك وكل ناس البليده. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. شكرا حبيبتي شكرا. شكرا لاتصالك.
مع السلامه. يلا ليلى شي كاع راهم حازين وانا غير قدامي ما ديتها كاع جامي ما فيك ليلى ديتها طيب لي ولا قدامي ما عرفتينيش ليلى. يلا علو باشر جامي عرفتني ليلى خاطر واحد اليوم كنت يلا تروحي اليوم جي يلا والله ينزل هاي مرحبا بك بضيافك. شكرا لك اختي بلا ماموني نحييها بزاف الوالده تاع سميه. اكيد الوالده عندي اختي والاخ ديالي اللي البارح جاو رحب بهم. مرحبا بهم مرحبا بهم ما عندي لا جيتي مرحبا بك. سلمك ليلى يلا قولي لي راكي يعني شوفي انا حيت لها العظام لكن شوفي تبقى جهه خشينه وجهه رقيقه. انا واش ندير وين نشوفها خشينه نزيد نفتحها بالموس ونرق كما نقولوا حنا نرقعوها يعني كي تشوفي فوالا وين مازال كاين عظم راح نحيه وناتوندون لا فارس تاعي تدبال. ما قلنا لهمش لا فارس كانت عندنا الاتصال ما قلنا لهمش لا فارس لا 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 نقولوا ونعاودوا ما كانش مشكل. الوغ لا فارس انا واش درت لهنا درت حبه بصل كبيره قطعتها جوانح ضفت عليها المرقاز قطعته طرف صغار وضفت عليها حبه فلفل حمراء وحبه فلفل خضراء درت شويه ملح شويه فلفل الكحل وراني غطيت عليه باش يدبال مليح. يعني بعد اللي نسقم الدجاجه تاعي كامل كما راكي تشوفي ونحي لها كامل العظام اللي قعد نعمرها بهذا الحشو ونربطها بالخيط وندخلها تطيب في الفرن وكما قلنا راح ناكومبانيها بالبطاطا. ان شاء الله هذا البلا يعجبكم. يلا شوفي نحيت هذا العظم فوالا نتخلصوا منه يعني حتى العظم انا نقول لهم ما ترميوهمش انا نطيبوا بهم لي فون غير نو سوجات اون كويزين. مالا سميه جيبي لي معك عصاره. نعم بالحبات على الليل يلا وانت راك معايا طالعه باسكو عطشت يا سخانه اللي كدرتها. اوكي سميه سميه ما حملتش سخانه تاع الاستوديو بصح لازم عليها توالف بشويه نصبروا عليها حتى توالف. الوغ راني نتبع تبعوا هكا بالمفصل ما تقلقوش قلت لكم تضيو برك الموس مليح وتبعوا العظم تبعوه حتى تنحيوا كامل العظم يقعد لكم غير الدجاج فوالا يعني حتى ولا يتنحى كيما هنايا راح نزيد كما نقولوا حنا بالدرجه نزيدوا نلبقوا به. اذا نشكر كامل الناس اللي راهم يتصلوا بينا اللي راهم يشكرونا اللي راهم يراسلونا والله بارك الله فيكم. نشكروا الجاليه الجزائريه اللي راهي في المهجر كذلك راهم يتابعونا ويراسلونا بارك الله فيكم شكركم موصول. ويعني للامانه راهم يسلموا على الطاقم الفني كامل اذا الطاقم اللي راه معايا راهم عندكم تحيات الجاليه راهم يقولوا لكم يعطيكم الصحه على المجهودات راهم كامل حاسين بينا بارك الله فيكم. فوالا راني هكذا حليتها كامل ندير لها شويه ملح شويه فلفل الكحل توجور هذه ما نساوهاش. وانا دائما نقول لكم لا كويزين يونيفرسال ما تحبش بزاف لي زيبيس ماشي كيما المطابخ العربيه يحبوا الهيل يحبوا القرنفل يحبوا القرفه. المطابخ العالميه يعني خاصه الاوروبيه يقول لك الملح فلفل الكحل. مرحبا سميه اهلا وسهلا يلا نساعدك نحصل لك الليم اعصري هاك قسميها على اثنين. قالت لي ردي بالك تمسي لي بالادافير ديالك بصح اللي نقدروا نعصره اي تبيع سميه. حنا لا ماشي نبيعوا حنا تلمو يعني سبونتاني هكا نحكيو كلش للمشاهد. انا غير شفتها دايره لي فوزون قلت لها شوفي سميه لا لا ما غير فارسية ولا ما ندي فوزون الله يبارك عليك. اتصال هاتفي. الو 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 مساء النور. السلام عليكم واش راك؟ وعليكم السلام. الحمد لله لما نسمع صوتكم نكون نزيد نولي مليحه اكثر. لاباس الحمد لله تاكي مليحه. الحمد لله قولي لي منين وشكون؟ عيدكم. الله يسلمك صحة عيدك انت زاده. لا انتم راكم بخير. الحمد لله. انا فاطمه من ولاية تيفازا. من ولاية تيفازا شكون؟ فاطمه. فاطمه مرحبا بك. يلا اسمك مثل اسم الوالده ديالي نحب انا اسم فاطمه. وي وي. نحيو كاع فاطمات نحيو كاع فاطمات باش ما يزعفوش. تحيات لك سيداتي ولكل سكان ولايه تيبازا. مليحه ليلى والله بخير الله يعيشك وانتم لاباس. الله يسلمك حنوتي تعيشي. الحمد لله واش راكم على الحجر الصحي بديتوا تتقلقوا؟ راني في تصور خلينا نبات رانا كيف كيف يعني ما بقاش ان شاء الله قد اللي فات فقط ندعو دائما لبلدنا الحبيبه ان شاء الله تكون على خير ان شاء الله يا ربي وفي امان دائما وفي استقرار. لا
يلا قولي لي متتبعه وفيه دوك انا دارت لي خدمه ليله النصر في هذا القارص ويا خلاص غير شويه برك خلاص هذيك تكسي متتبعه وفيه البرنامج اكيد سمعت سمية ملي كان يحيى الله يبارك الله يبارك الله يبارك يعني متتبعه قديمه يعني حاجه مليحه وشرف لينا انه يكونوا لهذا البرنامج اوفياء نعم الو الو قلت لك انا مقابله تلفزيون خاطر ما ندير والو يلا نظلي مقابله تلفزيون بصح قولي لي اسكو يعني كي راكي تشوفي هاد الوصفات راكي تعاودي تطبقيهم في البيت ديالك ولا لا لا تشوفي برك وتكتبي وتخلي انا كما يديروا العديد من السيدات انا واحده منهم اه ومي شحال في عمري شحال شحال في عمري 67 سنه الله يبارك الله يبارك ما شاء الله طولتي عمرك حتى مازالتي صغيره 67 سنه يعني ما كاينش ماهيش كبيره مازالتي صغيره شويه مازالتي طيبي ولا خلاص جاو العرايس وخلاص هما اللي يطيبوا هما اللي يوجدوا كلش شوف الطيب الطيب واش نحب ناكل انا كي تحبي تاكلي انت تحب الطيب غير واش تاكل هي بصح هما ياكلوا واش تاكلي انت صريحة متصلة صريحة قولي لي وعرايسك يطيبوا شوية عندي عروسة وحدة وطيب هي طيب ايه ربي يحفظها لك ان شاء الله شاطرة بيعي لنا شاطرة طيب بيان مليح طيب مليح يلا تحيتنا لها مالا يعطيك الصحة بارك الله فيك طيب مليح حتى سلامنا لها الاتصال شوية يتقطع لكن سيدتي الكريمه فاطمه نخليك مع ليلى بالك حبيتي تسقسيها على كاش طبق بالك عروستك حبت تسمعك شي وصفه اكيد سيدتي فقط نقصي جهاز التلفاز وسمعينا من التليفون هكذا باش حنا نسمعوك تسمعينا بيا هكذا نسمعو فيك هكذا نسمعو فيك يلا معك شاف ليلى راكي ليلى لاباس كي بخير هذاك راه ملاح والله الحمد لله السؤال عليك انتيا واش راكم انتوما جملتكم قاع بخير مليحة ريحتي مليح ريحت الحمد لله ودوك راني معكم بنفس جديد ان شاء الله ربي يعطيك صحيحتك حنوتي الله يسلمك يا ميمة الله يسلمك الله يحفظك انا يا ربي يحفظكم شكرا حبيبتي شكرا انت كذلك ربي يحفظك ويطول في عمرك انا نحبكم دائما نشوفكم ما نطيبش نشوفكم احنا ثاني نحبوكم ويعني شرف لينا كي نسمعوا هذا الشيء ان راكم تشوفوا فينا وتحبونا احنا ثاني نحبوكم كامل دعينا بالخير برك هاي سيبا سمعتيني انا نسمع انا نسمع دعينا بالخير معك الله يسلمك ربي يحفظكم امين واياك ان شاء الله والله يستر بلادنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله والسلام عليكم وعليكم السلام سلمنا ليك ولكل العائله وشكرا على هذا الاتصال صح يلا مع السلامه ليلى فتنا يعني عده كما يقولوا مراحل من هذا الطبخه تاع اليوم نعاودوا نذكروهم شي حاجه كبيره ماشي حاجه درنا الخردل فوالا درنا لا موتاغ قلت لهم درت الملح والفلفل الكحل قلت لهم لا كويزين يونيفرسال يعني الاوروبيه ما تحبش بزاف لي زيبيس ماشي كيما لا كويزين العربيه قلت لهم فيها القرفه وفيها الكمون حتى يعني مضره على ما اظن ليها يعني يعتمدوا غير على كاين ناس عندها الكولون عام ما تحملش فيها فقط الملح والفلفل الكحل درت مليح ومن بعد كيما شفتي درت الخردل اللي هي لا موتاغ للناس اللي تحب اما اللي ما تحبش تقدر تستغنى عليها ما كاينش هو كيطيب ما يخليش من طابلنا على ما اظن ما يخليش يعني حتى تتحصلوا على شويه قروسيه شويه قروسيه لا اكثر وهذيك اللي رانا نحوسوا عليها ونروح كيما قال نسايسها غير بالشويه كيما كون شفتوا راهي ملبقه ونروليها يعني حتى ولا كانت ثقوبه ولا ما تخافوش الله غالب هاد لا غوسيت هي تجي هكذا نسعفها برك بالعقل نروليها ونخرج نعاودو نغلقوها نربطوها ونحطوها في لو بلا تاعنا تتحمر فوالا هنا الحشوه راهي شغل بزياده ماشي مشكل نقدروا نقصوا الحشو اذا كان نقصوا الحشو فوالا ويقعد لنا هذاك الدجاج كما قلنا نبياسيو به لا غالب هذيك قطعها لي انا قطعتها عند الجواج اليوم جيت روطار ما كنتوما في الدار بالموس سيسوها ونزيدو نعاودو نديرو لها لا ميم شوز على برا ملح فلفل كحل ولا موتاغ يعني حتى من وهذه اللي تقعد نزيدو ندبلوها مليح ونشفوها مليح
ونديروها كوم اكومبانيمون يعني مع هذيك البطاطا. هلا نروحوا للخيط. سميه انت هنا عاونيني باش ما نوصلش. قطعي لي موسى طويل. الو 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 مساء النور. الو مساء النور. ولا نخليها هكذا طويل. الو مساء النور، مرحبا بك. الله يسلمك، الله يطول عمرك. شكرا لك. قولي لي شكون معايا ومنين؟ انا الحاجه مصونة. نعم. ام فؤاد من الصومعة. ام فؤاد من الصومعة. من الصومعة. البليده. بليده. ولايه البليده. مرحبا بك. البليده حاضره بقوه نهار اليوم. دائما البليده حاضره معنا. انا تسلي نحاول نعيق واحد ولا صح. يلا اليوم راكي كنتي محظوظه، حتى يقولوا انه الحمد لله يعني كل منطقه من مناطق الوطن مشهوره بالطبخ، لكن البليده يعني كنت صنع. البليده كنت باب صنع، خاصه الحلويات. الله يباك والرشته. الله الله والعجاج. الله يسلمك. قولي لي وشنو هي الماكله البنينه اللي طيبيها ويقولوا لك من يدك ما كاش كيفاش؟ ودينا انا واش نطيب؟ قولي لي ولادك طيبك بنين. يلا خلاص روحي نبدلك نجيبك في بلاصه الشاف ليلى. مرحبا بها. مرحبا بها. انا في عمري يعني في 77. الله يبارك. الله يبارك بيحظك بيطول في عمرك. فيك يسلمك. 77 سنه صافيك دوكا خلاص يعني تنمو الخبره اللي في الطياب تشوفي فيه طيب. ويجي بنين نشوفك نطيب الحاجه خفيفه مريضه ما نقدرش نطيب صح الحاجه. ربي يشافيك ان شاء الله. سمحي لك قطعت الكلام. قولي لنا الحاجه يعني راكي تشوفي بلي كاين جديد ولا ما كانش جديد يعني مازلنا ندورو في لا لا كاين جيجينا. الله يبارك. نعم الله يبارك. ربي يستركم ويحفظكم. انا نحبكم ونموت عليكم. يعيشك يحفظك الخير. نتفرجكم دائما نتفرجكم. احنا كذلك نحبوكم. شرف لينا. هي عندنا الحاجه هي زورينا. وتعودتينا ما نقدرش مانيش نخرج والله ماني خرج بنتي. معليش ليلى هي ما تقدرش تزورنا لكن احنا كل يوم نزوروها في التلفاز دير غير قناه شروق وحنا نجو ندقفوا. مرحبا بكم. يبارك لك في صحتك ان شاء الله. الله يسلمك. مرحبا بكم يعطيكم الصحه وشكرا على وساكم تقدموا. شكرا شكرا شكرا. كش ما خصك الحاجه كش ما حابه تشوفي وصفه معايا. اني نشوف اني نشوف كل حاجه نشوفها وكل ما درتو هاي. الله يسترك. الله يعيشك. الله كل ما درتو هاي. نحب نتفرجكم بزاف الشكاع ونبلغ سلامي الشاف نعيمه والشاف ليلى وزهره كاع. الله يسلمك. كل لي شاف ديالنا وكل العمال كذلك هما يسلموا عليك. محمد فتح خوخي. أكيد زميلي محمد فتح خوخي. محمد فتح تحياتنا ليه. تحياتنا ليه. نصبح ونصفي. أكيد راح يطلع عليكم محمد على القالب إن شاء الله في برنامج جديد. إن شاء الله. نحب نتفرجوا بزاف، نحب نتفرجكم كاع، الله يعطيكم الصحة. شكرا لك، شكرا لك. ربي يستركم ويحفظكم إن شاء الله. أمين. إن شاء الله، إن شاء الله. يحفظ لك ما عندك إن شاء الله. إن شاء الله، والله دعاوي الخير هكذا اللي كي نسمعوهم يزيدوا يطلعوا لنا في المعنويات ديالنا. لما نعرفوا أنه ناس كبار كذلك راهم يتابعونا ويشوفونا. يعني والله شرف كبير وهذا يخلي دائما لي شيف ديالنا انهم يقدموا مازال رانا في العصر رانا لكن دائما نحنوا الى هذوك الاطباق التقليديه القديمه تاع التراث تاعنا. اكيد تربينا عليها. في اول اوي خير مليح بزاف يا بنتي. يلا دعي لي معاك. دعي لي. شوفي انا شويه بزياده على ليلى. يحفظك انت وليلى وكاع. بارك الله فيك. ربي يعيشك ويحفظك ويخليك لينا وفيه ان شاء الله. شكرا لك. يستركم ربي يستركم ويحفظكم. الله يسلمك. والله لا يحرمنا من صوتك ان شاء الله. اكيد. والله يحفظكم ويحفظ بلادنا ووليداتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. قدم معليش تحيه صغيره. صغيره 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 يلا. عمر وشك بنتي شدي. يلا تفضلي. الله يعطيك مثل الناس. ان شاء الله يا رب. لبناتي ولوليدي في تمرات. اها. فؤاد في تمرات ولولادي كاع. عصام رضوان. حافظة نعيمة وصالحة. ربي يحفظهم. ربي يحفظهم ان شاء الله ويكونوا كامل يسمعوا فيك وربي يطول لهم في عمرك ان شاء الله لانك البركة ديالهم. عرفتي اكرام ولامية ووهيبة. يلا ان شاء الله يكونوا كامل في الاستماع. بقاي دائما وافية ودائما كل ما تشوفينا دعي لنا. تديك طول عمرك راني نشوفك. الله يبارك. ان شاء الله. شكرا لك. يبارك فيك وفي يماتك. امين يا رب. ما هضرتش معاها. مع ليلى. ايه. هاي تسمع فيك ليلى كانت تهضر معاك. كنا نهضر معاك انا يلا خلاص شوفي غير تروحي كورونا نعنقها ونبوسها في بلاصتك. ربي يحفظك الحاجه. ربي يحفظك. ان شاء الله. شكرا لك سيدتي الكريمه وشكرا على هذا الاتصال. مع السلامه.
الو فوالا لي غولي تاع الدجاج. شكرا لك. فيها الصحة. لا شكرا. يعني ليلى بلا ما ندهنوا صنيوة بالزبدة هكذاك نحطوها. راح ندير عليها الزيت. وراح نزيد ندير الثوم. ماشي نديروا الثوم الداخل لا؟ معليش نسيتوا، لكن يحب يدير الثوم يدير الثوم. باش تعرفوا بلي انا شاطرة وني نفكر فيها في الطابخ. فوالا خليتيني وحدي ورحت تلفت لي. لا لا انا والله غير جابوا لي الثوم قالوا لي عرف بلي الثوم يندار من لانه يطلق هذيك ماشي البلة. مشكل. نعم نديروه في الصنيوة على برا ماشي مشكل. حنزيد ندير لها شوية ملح على برا. الدجاج يحب الملح. يحب الملح شويه ملح شويه تاع الفلفل الكحل ونديروا عليها الزيت. هي من الاحسن نشعل عليها هنا. تتلم بالخف ليلى قطعت لك كلامك سمحي لي. سمحي. يعني ليه لي انا كي شفتك هكا ترولي فيها انا قلت خلاص راح تفرمها هنا انا نرميها. لا هي نورمالمون ندخلوا لكن تمتم ندخلوا الخيط في اليد ونجبدوا ندخلوا في الخيط في اليد ونجبدوا لكن حبيتهم يشوفوا اسهل طريقه بلي حتى بهذه الطريقه تتربط يعني ما حبيتش ندير هذيك لا فاسون بروفيسيونيل. هذا الثوم مش يعطيني بنه راح نديره هنايا وراح ندير عليه كذلك البطاطا اللي غليتها. بسم الله دير عليه الزيت دير عليه شويه تاع الموطارد والفوخ تاعنا راهو مسخن من قبل وندخلوها الساعه اللي بقات راح يطيب بحال حتشدنا مده الطهي تاعها ليلى. شوفي على حسب الوزن تاع الدجاج قد ما يكون كبير راح ياخذ وقت كيما احنا هذه راح توجد من الاخر البرنامج عادي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اتصال اخر. الو 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 مساء النور. شوية راكم ملاح الحمد لله. وانتي واش راكي؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. شكون معانا؟ نورهان بير خادم. نورهان بير خادم كي جارتنا انت ماكش بعيد علينا بزاف القبه بير خادم. بون ريبريز عوده موفقه ان شاء الله. شكرا لك حبيبتي. وانتي مرحبا بك ثاني في البرنامج. ما عندناش بزاف ملي شفناك جيتي جديده واقيل. لا لا انا قديمه لكن في مداري نقدم الو شيف في مكان زميلتي زهره واليوم اللي حضر البارح واليوم اللي حضر مع ليلى ومع البرنامج. مرحبا بك. شكرا لك. شكرا لك. انا تما ضيفه عندكم لازم تستقبلوني وتوالفوني. دارك راكي مولات الدار ما راكيش ضيفه. شكرا لك. يلا معك شيف ليلى نورهان. يسلمك صحيتي. صحة ليلى. اهلا واش راكي بنتي لاباس؟ الحمد لله. وانتي واش راكي؟ والله الحمد لله صوتك يفرح بينا شاطره في الكوزينه. عندي 17 سنه بركي. الله يبارك. صغيره 17 سنه. ما شاء الله باين صوتها بلي صغيره. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نتمنى لك النجاح. واش راكي جايبتها شويه راكي تدخلي؟ صحة. الله يسلمك. ولا غطينا من عندك بزاف اطباق وحاجه تفرح. الله يسلمك انا نحب كي تجربوهم. ان شاء الله. ولا غير تعلمنا ماما نهار كامل يا هاكي روحي ديري روحي ديري ولا غير يعطيك الصحه. الله يسلمك انا نحب كي تجيكم المطبخ سهل يروح لكم هذاك الخوف وتجربوه تنجحوا بعدا البنات الصغار باسكو بنتي انت شكون. مليحه 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 ان شاء الله. اغتنمتي الفرصه يعني بما انه راكي مقبله على شهاده البكالوريا باينه راكي غير توجدي وهذاك لو ستريس تاع الحفاظه وكامل لكن بزاف قولوا لنا شويه بصح معليش ربي يوفقنا كاملين ان شاء الله. ربما فرصه باش تزيدوا هكذا تستدركوا الدروس ديالكم وتراجعوا يعني كان عندكم وقت للمراجعه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يكون اسهل وتكوني من ضمن الناجحين. نتمنوا النجاح لكل المقبلين على كل صحه. معليش اهدا باختصار صغير. اوكي نهديها لكاع فاميلتي الماما والخالتي والخالاتي وخوالي وبنت خالتي اللي في انجلترا. ان شاء الله تكون اكيد ان شاء الله تكون تسمع فينا. شكرا لك. شكرا على هذا الاتصال. ان شاء الله ربي يوفقها بالسلام ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. تحياتنا لك والوالده ديالك سلمينا عليها. يلا شكرا لك. شكرا على هذا الاتصال. الوغ نخملوا كوزينتنا. انا خايفه لا تقولي لي غسلي الماء. لا لا نغسل معليش نحي برك. الوغ كنتوا تعرفوا الكوزينه هذه هي دونك نمسحوا برك شويه. لا بالوتين تاعنا دخلناها للفور كان مسخن من قبل درتها على 220 من بعد راح نقصلها وحطها على 180 تكمل الطياب تاعها يعني باش ما نحرقهاش وتبقى لي خضراء لداخل. دائما نقولوا نبداو لا كويسون على نار عاليه من بعد نقصوا لها باش يطيب لنا الداخل. توجور نقول لهم سوا في الكاطو سوا في الطبخ. يلا روحوا لشيء اخر ليلى. الميكرو تاعي فوالا.
فاش نروحو دوك يبقى لنا ان غاطو شوكولا وعندنا اون سالاد. الوغ لا سالاد تاعنا نخلوها اخر شيء باسكو سهله وخفيفه. نحيو لي زانغغيديون تاع لا سالاد باش ما نخلطوش عليهم المقادير. بون ماما هادو كامل السالاد فوالا. ونجيبو مقادير التحليه اللي قلت اختاريت لكم ان غاطو سهل. لو غاطو تاعنا فيه زوج مراحل، المسكوتشو كيما نقولو حنا او الخبزه، وراح نحضروا كراميل، وعندنا لا شونتيي طالعه يعني ماشي حاجه كبيره. المسكوتشو كيما كامل يعرفوا بون. هذا لو سيغو راح نشرب به السكر البنان، سامحونا برك شويه فوالا تو فا رونتري دون لورد. هذه هي يعني لانه كما قالت في ساعه ونص تذكرك راكم يعني موفقين وراكم تقدروا تطيبوا بالخف ثلاث اشياء على ضربه. الوغ جو فيريفي لو باتور. لو باتور بما انك تحوسي على الباتور دائما نذكرهم بانه هناك رقم هاتفي دائما في خدمتهم للاتصال بالشيف ديالنا شيف ليلى. وبرنامج الو شيف عاود ولا لكم بنفس جديد في موسم جديد، اكيد كل يوم يطلع عليكم من الوحده ونص الى غايه الثالثه. يعطيك الصحه. الوغ هذا لو غاتو سوا بالباتور سوا بلا باتور، يعني لكن هو بالباتور راح يكون احسن. اذا نسحق لا جينوا تاعي ولا المسكوتشو تاعي ولا الخبزه تاعي ما تكونش طالعه بزاف، راح نسحق جوست اون بتيت كوش. على حسب لو مول راح نستعملوا اليوم. انا حابه نستعمل هذا لو مول، من بعد نقطعوا بلو سيرسو. اذا راح ياخذ لي ثلاث حبات بيض صغار كما راكي تشوفي، ماشي كبار ماشي كبار بزاف، او زوج حبات يكونوا كبار. عندي البيض وراح ندير معاه نص كاس تاع السكر. انا اليوم اختاريت اني ندير لو سوكر بوان او السكر البني باش يعطيني النكهه تاع الكراميل لا اكثر. اللي ما حبش ولا ما عندهاش سكر بني تستعمل السكر العادي ودير ليكستري تاع الكراميل. اذا ندرب البيض مع السكر كي يطلعوه هما مليح مع القرصه تاع الملح جامي نتخلاو عليها. عندي لهنا ندير نص كاس تاع الحليب ونص كاس تاع الزيت، يعني انا هذاك الكاس الكبير قسمته على اثنين نشربوا به الكاس في الدار عادي فوالا. وعندي كاس تاع الفارينه، زوج مغارف حتى ثلاثه تاع الكاكاو، وباكي تاع خميره كيميائيه. نضربوها عادي، معليش انا باش ما نديرش الحس وما نقعدش نحوس، انا راني مجهزه واحد راح نوري لهم فقط الطريقه. يعني الطريقه اللي راح تجي الفوخ تاعهم ديما كيما نهضروا يكون بخي شوفي. بسم الله. يلا حسام راح يجيب لكم كامل. زعلنا حسام، ها رجع عندك هذه غيبه حسام طولت. كان يستعفى شويه، دوك راه في الكاميرا ما تنساوش بلي الكاميرا ثقيله. اكيد. يلا قلنا زوج حبات بيض كبار، انا لهنا البيض تاعي صغير راح ندير ثلاثه، لان البيض راح ندير عليه قلنا نص كاس تاع السكر، انا اختاريت قلنا سكر بني، لكن تقدروا تستعملوا السكر العادي. بسم الله. هذه يعني الكيكه سهله بزاف، نقدروا نديروها للقهوه، يعني غير تخلط الو شيف نوضوا للكوزينه يا البنات كيما هذاك لاج اللي عيطت تاع 17 18 با. يلا روحوا للكوزينه ما فيهاش مقادير بزاف وما تخموش عليا باسكو انا حديها والده. صحتك سميه. فوالا نطلعوها برك بالباتور، انتم زوج دقائق ولا ثلاثه، يعني ماشي كيما لا جينواز لا فقط لي صوت هكذا باش تسمعونا وتكون لي لاتر. انا مجهزه مانيش حابه ندير لو باتور، يعني عندي وحده وما تحقوش قلت لكم لو فوليوم، ما تحقوش فيها لو فوليوم بزاف. اذا انتم خذوا باتور زوج دقائق البيض والسكر، من بعد نص كاس تاع الزيت، زيدوا تكملوا ضربوه مليح، ونزيدوا موراه نص كاس تاع الحليب. مقادير الكيكه العاديه اللي نستعملوها في الدار، واللي حبت تجيها مويلوز يعني حتى في وصفه اخرى تستغنى عن الحليب ودير بطاطا ياوخت ذوق اللي حبت، راح تجي اغوماتيزي راح تجي فيها ريحه المشماش ولا ريحه البنان ولا يعني واش استعملت من الياوخت الذوق اللي استعملته. الوغ نروح ندير قس كاس تاع فارينه، والكاس ديما نقولوا يرفد بين خمسه لست مغارف تاع يعني خمسه معمرين وسته كي ما يكونوش معمرين. ندير خمسه فوالا هذا الكاس تاع الفارينه، نديرو معاه يعني لا لوفور شيميك جامي نديروها وحدها، دائما نديروها مع الفارينه. ونزيد زوج مغارف كاكاو تاع لو كاكاو، انا نحبها شويه غامقه راني درت زوج ونص فوالا.
تخلطوها يعني راح تحصلوا على كيكة خفيفة وسهلة وما تشدش اليد وراح تعجبكم بزاف. بعد ما ندخلوا الكيكة راح نروحوا للخطوة الثانية، راح نطيبوا لو كراميل اللي راح يجي كيما هذيك اللي راهي تتباع. كاينه علبة كبيرة هكذا راهي تتباع، راهي ماشية بزاف، راهم يديروا فيها بزاف الحلويات. راح ناخذوا كاس ونص تاع السكر البني، وعلاه خدمت بالسكر البني من الأول يعني باش تجيني نفس النكهة. كاس ونص تاع السكر البني نديروه كراميل ونضيفوا عليه ثلاث علب تاع كريم دي ساه كراميل. فوالا يعني هي. ربما حتى في الذوق تكون احسن من اللي نلقاوها في السوق. اه وي تكون بنينه كي تحضريها في الدار، بالك لو شي حاجه طيبتيها بيدك تكون راح تعجبو راح تفرحهم. الوغ ندهنوا ليمو تاعنا مالغري ما يلصق، دائما نقول لكم لي ميزور دو بريكوسيون لازم، ماشي تتعبي من بعد تلصق لك الكاطو كلي ما درتي والو. الوغ نديرها شويه فارينه، من درناها شويه لا فارينه على ما اظن ايتنا ديرها شويه معنا راه غير يتلموا لي هذيك تاع اللي تكوني في الكوزينه طيبين بعد ما راه غير يتزادوا شفتوا كاش مسلسل شباب ولا كاش بروغرام الكوزينه شاداتك هاد كيجيك لا لا كي طيبي تحبي تصنعي هذيك الطابله وتقعدي تاكلي ومن بعد طولي باش تبدا هذوك المانش تستغلي هذيك الماكله اللي كليتيها وطيبتيها وعيتي عليها الوغ يشدوك هذوك المان. الوغ نديروا الكيكه تاعنا في نفس الوقت الدجاج تاعنا راه يطيب ونضرب عليه طلا ليله شوفي يعني حتى ومازال يعني راهو تشكتك راهو يتكتك راهو يتكتك فوالا لي سباتول هادوما راهم يعاونوا بزاف حاجه ما تقعد الفون تلايم كلش اه وي نيغاليزيوها مليح وندخلوها للفرن. انا ما راحش ندخلها باش ما تلفتليش الريحه تاع الدجاج، عليها ما حبيتش ندخلها درك طيب وحضرت لكم وحده من قبل. نحب الطيب وحده. فوالا. انا نخليها دو كوتي ومن بعد نستعملوا اللي جهزناها من قبل. نروحوا نحضروا الكغن. اذا هذه نحيوها دو كوتي من بعد نطيبها. ليلى قولي لي حتى في البيت ديالك نلقاوك هكذا زعما طيب تبيعي وتوجدي لهم انا نعيط لهم تبيعوا لي ولا تحقريهم ساكن لا 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 دوكا بنتي خدات خدات لا غولوف بنتي خدات لا غولوف دوك كاين حوايج فوالا دوك حوايج ساهلين وخفاف هي ديرهم كي تكون حاجه صعيبه انا ندخل كي حبيتها تمشي دائما في طريقك تقعد تشوفي راهي تقرا راهي تقرا راهي في الجامعه لكن ما يمنعشك الدراسه مع الطبخ كي نغيب تقدر مع انا راني دائما غايبه لا لا كي حبيتها تولي شيف مشهوره كيما ماماها قلت لها خيري انتيا لازم هي تخير واش حبت تخير واش راهي حابه هي راهي تقرا في باب زوار اكيد نتمنى منها النجاح ان شاء الله اكيد الدراسه مهمه جدا يعني حتى الى رحنا لمجال اخر لكن يبقى المستوى الدراسي مهم في كل مجال مهم مهم بزاف انا هنا راه زياده فوالا كيما نقولوا مليحه الصنعه ترافق العلم اكيد الوغ كاغاميل هنا خاطرو حتى يذوب نستقبل انا اتصال ليلى الو 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 مساء النور الو السلام عليكم وعليكم السلام شاك اختي الحمد لله انتم واش راكم لاباس خير يسلمك عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير الله يسلمك يسلمك بون غوبريز شكرا لك ومرحبا بك في البرنامج اختي شكرا شكرا حبيبتي يسلمك عيد يعني شي جميل راهم يرحبوا بيا وكانه خلاص يعني لما تعودوا على البرنامج الو شيف ولاو يشوفوا شغل وكاني زعما انا زرتهم في بيوتهم هكذا اختي عيشك يعني مرحبا بك شكرا لك شكرا لك نخلي معك شيف ليلى ما قلتيليش تكونوا منين انا ام نصر الدين من الجزائر العاصمه ام نصر الدين الجزائر العاصمه يعني راكي من عندنا راكي غير هنا يسلمك عيشك تحياتنا مدام ام نصر الدين تحياتنا نصر الدين واش راهو نصر الدين يسلمك لاباس؟ لاباس. اكو بخير؟ نقصي فقط جهاز التلفاز وسي سمعينا هكذا من التليفون باش تقدر نقدروا نسمعوك بيا. نقص شويه. خير يلا نخليك مع الشاف ليلى. ايه. واش راكي؟ اهلا مدام مرحبا بك. نسلمك اختي واش راكي؟ لاباس واش راهو نصر الدين وخاوته؟ اكو بخير؟ لاباس الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله. ربي يضحك ان شاء الله والله راكي نورتي الشاشه الله يسلمك شكرا لك ومرحبا بك انت تانا معانا تفضلي كش ما عندك طلب
عندي طالب يعطيك صحة، نقول لك واحد الحاجة. قولي عشرة. تو هذا البرنامج الحمد لله من في القنوات واحد اخرين، ولا كنا بكري شويه. شوفي احنا ناس زي الله الله تبارك تعرفي تاعنا، عندنا صمصه، عندنا مقرور، عندنا هذا. بصح هذو الديسابلي كانوا عندنا احنا الزاير ما يديروهمش. كي حابه نديرو الصمصه والمقرور. لا لا ماشي لا، لقيتك بكري يعني كانت غير الصمصه. دوك راكم تشوفوا يعني تنوع، هكذا حبيت تقولي. بكري كي ديموندي وحده كتشوفيها لي صابلي قولي لها يعيش في حل شابه هذه الحلوه تاع صابلي، كيفاش درتيها؟ سكت عليك وما نعطيك لا غوسيب تعطيها. ما يمدوش زمان. اكيد اكيد كاين بزاف، كاين حتى للان كاين بزاف اللي زعما تلقاي هذاك الحلوه نجحت العوله هذاك الطبق كان جا بنين وتقولي لها مدي لي لاغوسيت تعطيك غوسيت كاع واحد اخرى، كي تروحي تسيها تلقاي عرسه واحد اخرى وتخرج لك نتيجه واحد اخرى. لكن الشاف لي لا والله غير تمد يعني حتى ادق التفاصيل لنجاح الوصفه، يعني اسرار نجاح الوصفه. راهم مجربين، راهم البنات الصغار راهم صبحوا دي كوردون بلو في لاكوزين. يعطيكم الصحه. الله يسلمك. واش خاصك قولي لي واش خاصك انا هنا؟ لا انا تري اختي ليلى ولا غير درنا هذيك لاباط تاعك هذيك ماجيك اللي درت لها بيتزا تاع لا بيتزا، تخرج بيتزا، تخرج خبز، تخرج كلش، تخرجوا ولا اروع. كلش الحمد لله الحمد لله. زياده فينا كي تتعلموا. قولي لي واش من وصفه اللي حسدوك فيها ما حبوش يمدوها لك هاي ليلى تمدها لك على المباشر؟ عندك لاله اختي ليلى زيدي ديري لنا هذوك سلطه بالمقارون بالروز. اليوم كاينه سلطه بالمقارون ونوعدك نقدموا سلطات اخرى ان شاء الله باده وخفيفه وفي مقدور الجميع. راني قريت الطلبات تاعكم والله غير نلبيها لكم كامل ان شاء الله. وياك ما تتمنين. امين واياك ان شاء الله وربي يحفظ لك وليداتك. ودي ثاني كنشكركم ثاني كصحاب القناه تاع الشروق من الفريق تاعهم، قول لهم يعطيكم الصحه راكم في القمه. الله يسلمك. راهم كامل يسمعوا فيك، كامل راهم يسمعوا فيك وكامل مسلمين عليك ودائما نكونوا في خدمه المشاهد. راكم لا غير راكم في مجهودات ما نكذبوش عليكم، يعطيكم الصحة. شكرا لك شهادة نعتز بها. شكرا سيداتي. ربي يضحك ان شاء الله ويضحكم كاع قناة الشروق تزيد من مزيد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي دائما نجاح وان شاء الله تكونوا راضيين بالبرامج وبالمادة الإعلامية اللي نقدموها. سعيد. شكرا لك. يلا تحياتنا لك سيداتي ولكل العائلة وشكرا على هذا الاتصال. يعيشك هاي بسلامة ربي يعطيكم. شكرا شكرا لك. شفتي الصهد اللي يخرج من الفوق؟ انا من بعد انا غير بالعقل دوك نلحق عند الباب ونهرج. قولوا لي برك شحال بقى من الوقت وكاين السخانه تقتل في البلاطو، لكن معليش معليش في خاطر قال لك غادي يحب الشبح ما يقول احد. في خاطر هاد المشاهدين هاد الكلام الحلو هاد اكيد اللي نسمعوا. تنساي كلش تنساي كلش يا ليلى. قولي لي وين درنا هذاك المسكوتشو يدخلوه يطيب ويخلوه يبرد تماما على هذه اللي كنت مضطره كذلك نحضره من قبل باسكو راح نديروا له لا شونتيي. لا شونتيي كان ما يكونش لو غاتو بارد ما تشدش. من بعد سقيته كنت طيبت نص كاس تاع سكر في كاس تاع الماء، نص كاس تاع السكر في كاس تاع الماء يغلي غلوه وديروا له سوا عطر كراميل سوا قهوه. يديروا ان ساشي تاع قهوه سريعه الذوبان ولا يديروا شويه اكسترا تاع كراميل يعني ما كانش مشكل. سقيته نفرختو كامل حتى وخرج من الجناب، من بعد راح يزيد يكمل يشربوا. وراني نحضر في الكراميل اللي درت فيها كاس وشويه تاع السكر البني كما راكم تشوفوا حتى يذوب. علاش انا اختاريت السكر البني؟ نقدروا نديروه بالسكر العادي لكن راح ياخذ وقت اكثر. حتى اللون تاعه ربما تمتم يعطيك اللون لون الكراميل يعطينا لون شباب. اذا يذوب كامل السكر من بعد راح نضيف عليه الياغورت كراميل. هذه بعد اللي سقيتها نطلب من نعيمه تجيب لي لا شونتيي راهي حاطتها في الفريجيدار. نعيمه دائما مطلوبه يعني. نعيمه جيبي نعيمه جيبي نعيمه. راهي والفت وهما كذلك راهم والفوها. والفوها نعيمه بركه ما تبانش يعني هي من جنود الخفاء. فوالا شوفي يذوب لو كراميل غير يذوب، نرمي عليه لاكخام ديسار كراميل ونخلوه يبرد. نديرو لا شونتيي فوق لو غاتو ونديرو فوقها كذلك لي بانان. راح نديرو شرائح الموز ندورو عليها. بعد اللي نديرو شرائح الموز راح هذاك الكراميل يكون شويه هدا من هذيك السخانه نفرغوه فوق هذوك البانان وهذيك لا شونتيي. يعني راح يجينا غاتو بعد شونتيي لا بانان وكراميل. يعني راح يكون ذوق ولا اروع. خطيره خطيره. انا مضاري ندير هذه لكن نديرها بهذوك لي بيسكوي اللي يتباعوا لي بودوار. لي بودوار. احنا كيما نقولوا نحبوا نديروا كلش في الدار، نقصوا المصروف والحاجه راح نجربها. انا نحب الكراميل والموز يعني عنده نكهه رائعه. آه.
هلا نشوف لاسباتول، انا ولفت لاسباتول والكراميل تاعي راهو داب السكر. نو نو دوك نشلل وحده سميه، دوك نشلل وحده. حبيت نغسل لك زعما شي قلوب اللي يتعاون فيها سميه، ماشي غير تاكل. هاديك سميه عطيك الصحه جي غي با نو باش يقولوا ماشي غير تاكل سميه. لا لا تعاون سميه. الوغ شوفي راني نضيف في الكراميل، شوفي سميه فوالا ونحرك مليح حتى يتجانس. هو في الاول راح يعاود يشد كما نقولوا حنا، شوفي راح يزيد يعاود كانه يبز. فوالا كيدير لكم هاد الحركه، يعني ما نخافوش باسكو من بعد بالعقل راح يولي ينطلق. فوالا راهو ينطلق بشويه، نقعدوا نحركوا. دونك هنا نقدر نعطيك تحركي. نحرك لك. يلا روح. انا خايفه لا يبس لي في يدي ويقولوا لا 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 ما يبسش، ما تخافيش. ميرسي سميه على لاسباتيول. هو يبس، هو اصلا يبس من بعد يطلق روحه. رائحه راهي لذيذه جدا، بركه وسخون ما نقدرش ندوق. ريحه الكراميل بيان سور بعد اللي يبرد دوك ذوقيه معنا. زين نفتحها هكا ليلى. ايه استعملي كل الوسائل. يلا لازم تدوم. ما تبادلنيش على المباشر. من بعد يقولوا سميه ما تعرفش كيفاش. لا 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 راني قلت لهم باللي هو يعاود يحجر عادي، والسيدات اللي واقفين يحضروا الكراميل راهم عارفين واش راني نقول. هو يعاود يحجر او يدوب، يعني ساهل غير يسخن ما نخافوش. شغل سيت ان شوك. دونك هو كان سخون وسايل ورميت عليه لاكرام دي سيغ بارده، تما اوب شوك يعاود يعاود يجمد. انا نيطالي مليح. الكوزينه يكذب عليك لازم المعاونه سوميه اكيد، وخاصه انه اليوم يعني درنا موني كومبلي راح يكون فيها الدجاج تاعنا ولو ديسير. دوك نديرو السلطه. فوالا راح نقطع هنا لي بانان فوقها، ودرت هاد لو سيرسو باش يشد. يعني من الاحسن يكون عندهم هاد لو سيرسو، من الاحسن. اللي ما عندهاش تخليها تشد مليح في الكونجيلاتور وتحاول تسويها بيدها، يعني بلا سباتول تطلعها وتخليها تتكونجلا باش تقدر تخدم بها. اللي ما عندهاش سيرسو تخليها تتكونجلا باش تقدر تخدم، واللي عندها سيرسو يعني تقدر تخدم. هي بمجرد انها تكون بارده خليناها يعني مده في الثلاجه تشد روحها يعني بلا بلا سيرسو. هذه هي راهي دوب معاك شفتي. والله غير دابت ما حشمتيني. عطيها الصحه شاطره. قلت لكم الله يبارك عليها. هو ميمو المخرج تاعنا يعني اصر انه يدير الطبق تاعي ويقول باللي زعما سمية فنيانه، لكن ميمو لا. كان ربي معايا ودابت. لا لا ميمو ما تحقراش. الان نروح نقطع لي بانان، نحيو هاد. شفتي تاخذ الطوع غير بشويه. شوفي الكوزينه تحب لا باسيونس، هذا مكان ودائما نقول لهم الفو ايمي، لازم تحبوا واش راكو ديروا. اكيد اكيد المطبخ لازم نحبوه باش نقدروا نديروا عكس تبنينه. المطبخ كل حاجه تجي ساهله. دوك كي تصبري كي تحبي لا كوزينه كي صبر عليها انحلت، لو كان ما تحبيش وتقلقتي اجوتي. انا لا لا انا ميمو شغل راهي يدير فيها بسكارت. معليش انا معاك انا حاضره. قولوا ميمو حرام عليك. ميمو جنادي راهو. فوالا دونك قطعها ديرونداي دابا دوك الضروب شويه، ما كان لها يعني تفرصيها. يعني نقدروا السيدات الفنيانات اللي كيما انا يقدروا يعني يديروا يشوها حاضره بلا تكسر الراس. ما نحن علاش رانا نوريو. الو حنقطعها اون رونديل. بسم الله. هنا ليلى لما يذوب فقط هذاك السكر، السكر خلاص تماما نطفيو عليها، خلوها تبرد. خلوها تبرد، نقدروا نضيفوا عليها قطعه تاع زبده في الاخير كما نقدروا نستغناو عليها، يعني ماشي مشكل. راح تزيد لنا فلا تكستور، يعني هو لا كريم ديسير راها فيها لي ديم كما نقولوا حنا، لي ماتيغ غراس بكميه يعني اللي حب يدير يدير، اللي ما حبش ما يزيدش. فوالا نحاول نستف لي بانان فوقها كامل وندخلها الكونجيلاتور تشد شويه هذيك لاشونتيي بلا ما يبرد لو كراميل. من بعد نحيو لها لو سيرسو ويجي هذاك لو كراميل الله الله فوق لي بانان، راح يجيهم ما شاء الله. خلاص ليلى نحيها دابت كامل نورمالمون. خلاص طفي عليها نخليها. ماما شوفي لا دابا الى خلاص ماما نحيها. خلاص بنتي راهي عايله. خلاص ماما تقولي قولي لي انا نجي طيبه وخلاص انا مش كتعيي فيها. تخافي لازمش تخافي، ما لازمش تخافي، فو طونتي. شوفي يقول لك الخواف رزقه قليل، هكا نقولوا حنا لي زاجيريا. يقول لك الخواف رزقه قليل، ما لازمش تخافي. شوفي على بالك الانسان كيخاف اون ديجاج واحد الرائحه
صح تشمها سوى الحيوانات وحتى الاشياء الجامده يقول لك تحس بك تحس بك اذا خفتي فشلتي دونك ما لازمش نخافوا انا نقول لبنتي كما نقول لهم ليهم كامل نقولها قولي بسم الله وتكلي على ربي ما تخافيش واش تي لا كولور تاعها جميله جدا حتى الرائحه راهي رائعه الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام معك ام ريتاج من جد مرحبا بك ام ريتاج من سقالمة والشرق الجزائري والله لاباس عليك لاباس السؤال عليكم الله يسلمك كيف الاحوال عندكم وش رايكم والله الحمد لله نشكركم بزاف على الحصه اللي تخدموا فيها فتونا بزاف راكم كفوين وموفيين الله يسلمك الله يسلمك مع اننا ما نحبوهاش نحبو كي تطلبوا منا كي تقولوا لنا طيبوا لنا وديروا لنا ايه عجبون الخبز تاعك شاف ليلى عجبنا بزاف خبز تركي اللي درتي في رمضان يعطيك الصحه شطوره عايشك وخرج لك بنين خفيف لا مليح يا جلاله جاي هبل الله يبارك لازم تعتمديه تعودي دائما ديريه وقد ما ديريه تمشي يدك راح يجيك احسن ربي يوفقكم ان شاء الله الله يسلمك معاك حبيبتي واش ما عندك طلب اخر تقدر ديروا لنا لا كريم ليجي تاع صيف هذا واش بارك كامل راني نطلبوا في الحوايج الخفاف ما يكون لا خاطركم ان شاء الله ان شاء الله نبداو كل حاجه خفيفه واقتصاديه وبسيطه ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك شكرا لك سيدتي تحياتنا لك وكل عائله وناس قالمه شكرا الوغ ندخلوا لو كونجيلاتور وهذيك نخليوها نخليوها تبرد يعني تاخذ يلا انقطعت المكالمة وكانت حاضرة معنا من اتصال من قلمة يعني الشرق البارح كان حاضر بزاف اليوم أول اتصال من الشرق اللي كان من ولاية قلمة نشكروهم ناس الشرق ناس البليدة ناس مغايبين علينا ناس وهران وتلمسان ونراكم يلا وهران وتلمسان يلا اتصال يلا منك يتعذر الاتصال اللي يقعدوا يعيطوا يعيطوا وبعد يقولوا خلاص يعني فقدوا الأمل أنهم رايحين يحكموا لكن احنا نقول لهم حتى اذا ما حكمتوناش وحتى اذا ما اتصلتوا يعني ما قدرتوش تتصلوا بنا وما قدرناش نهضروا معاكم خممنا فيكم وكاين صفحه خاصه دائما على الفيسبوك اللي شاف ليلى عندها صفحه خاصه بها شاف ليلى بالفرنسيه وصفحه الو شاف اتصال اخر الو 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 مساء النور الو السلام وعليكم السلام صباح كيفكم بروك يلا احنا كنا هدرنا قلنا ما جانا حتى اتصال من الغرب الجزائري على ما اظن من الغرب الجزائري هذا الاتصال من وهران نعم من مرحبا شفتي كيما حشمتينيش مرحبا بك قارئة التنجاح كي راكم دايرين غاية الو الو احنا نقصي فقط من جهاز التلفاز وسمعينا من الهاتف هكذا باش نسمعوك وتسمعينا مليح من الهاتف نعم كي راكم غايه الحمد لله الحمد لله سيدتي هذو كنا نهضروا قلنا ما تلاقينا حتى اتصال من الغرب الجزائري اليوم وانت اتصلتي وانت اتصلتي ربي وحكم قالت لك سي سمعتكم طلبت ربي وحكم الحمد لله يلا زيدي لانه دعوتك مقبوله زيدي طلبي لي ربي انا وشاف ليلى دعيني شكون معنا من وهران ام الياس محمد أم إلياس ومحمد سلمي لي على إلياس ومحمد بزاف ونخليك مع الشيف ليلى حنبوك الشيف ليلى جاز واحد الغوسة تاع كسرة تاع نخالة كسرة تاع نخالة اللي شتيها معايا في صباح الشروق لا في ألو شاف وقيلة درتي يعني وصفة الخبز بنخالة حبيتي تاع نخالة فيها جوج كيسان سميد وربعة كيسان فارينة بصح الماء ما نشربش عال الماء الماء حتى تتلم الماء ما نديروهش الكيل حتى تتلم لك العجينه صح باغي تعاودي تشوفيه معانا صح لا درتها وصح الماء ما عرفتش عال لا الماء حتى يتلم لك اختي كي يتلم لك صاي حبسي ما تجريهاش برك عجبتني كيفاش قلبت الفيس شاف ليلى ولا تهدر بالغرب الجزائري ليلى فقط قولي لها بالك ربما ننشط لها الراي من داك ما نعرفوش اسكو يبسوها العجينه ولا نخلوها يعني نشمخوها طريه بزاف خليها قسمة تقدري تعجنيها ما تلصقش في اليدين وما تكونش يابسة اللي تعذبك اعطيها النيسيسير واش راها محتاجة الو الو مازال يعني خلاص سمعتي سمعت صحيتي يلا حبيتي شيء اخر سيدتي
لا لا راكم راكم 10 على 10. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا. هذا نفس الذيعه وبقاي دائما وفيه. يسلمك صح، يسلمك كاع على اللي شاف وعلى كاع الفريق يسلمك. حبيبتي انت تسلمي لنا على كل سكان ولايه وهران وعلى الغرب الجزائري. شكرا لاتصالك. شكرا على اتصالك سيدتي، تحياتنا ليك والعائله الكريمه. يلا مع السلامه. شكرا. شتي علاش يقول لك كي تطلب اطلب الفردوس الاعلى لعل تكون ببان السماء مفتوحه في هذاك الوقت وربي يستجيب. اذا الطلب ودعي على ما كاين. شوفي يعني البارحه انا هدرت على الرجال قلت لك باللي الرجال راهم بداو يدخلوا معنا واتصل معنا. اتصل الراجل واليوم انت قلتي الغرب حضر الغرب يعني دعونا مقبولين الحمد لله. الحمد لله يا رب. اذا نروحوا للسلطه اللي حبيتها تكون اليوم اون سالاد اون فيغين. راح يكون عندنا اليوم او سالاد دو بات راح نديروها في كؤوس. اختاريت لكم تليتلي ولا تقدروا ديروا لي فخفال، تقدروا ديروا لي كود، تقدروا ديروا اي نوع من العجائن حبيتوه. نغليوه ما نخليوهش حتى يهبى بيان سور في الماء والملح، يبرد تماما. من بعد راح نضيفوا له اون بواط تاع الطون، راح نضيف عليه ماهيس، راح نضيفوا عليه زيتون خضر، زيتون كحل، وحبه تاع الطوماطيش، وراح نديروا كذلك اون مايونيز شويه برك. كاين بزاف الناس ما يحبوش لا مايونيز في الصيف. احنا راح نديروا بصح ما نديروش كميه كبيره. اذا نبداو بسم الله. راح ندير لها طون ولا سالاد دو بات، تقدر تكون سميه الا كانت شاطريني الراي، وحدها فطور وحدها وجبه. اكيد اكيد، لانه غانيم ديجا لي بات يعني ديجا هما وحدهم يشبعوا وزيد يكون فيها الطون حتى مع السخانه يعني اليوم رانا جايين اللي راهم جايين يعني راح تكون سخانه. نفضلوا انهم تكون سلطه هي الطبق الرئيسي. رئيسي فوالا. الو الو، استقبلوا اتصال ليلى مع بعض. يلا يلا خليك تستقبلي. الو الو، مساء النور. مساء الخير. اهلا وسهلا، شكون معنا؟ معكم من ولايه لمسان. شكون بصح من ولايه لمسان؟ معكم منال. مرحبا بك منال وبناس لمسان بعد اللي طلبنا الغرب وهران وتلمسان ولبيتوا لنا الدعوه. والله بارك الله فيك، الله يفرحك. الله يسلمك، انا كنت نتفرج سمعتكم تروندوا على ولاد لمسان وعلى ولاد بيروت. قلتي ولا غير نعيط؟ خفتوا علينا، خليتونا روحنا مثلا. يعني دوكا راكي راح تخلوني نذكر 48 ولايه هكذا باش نستقبل كاع. ان شاء الله الجنوب المره الجايه، ان شاء الله الجنوب يكون معنا. والله كنت متمنيه نهضر معاكم. الحمد لله الحمد لله، شرف لينا انه سمعنا صوت زهره من زهور تلمسان. الله يسلمك، بغيت نطلب منكم. تفضلي تفضلي. بغيت نطلب منكم لاباط تاع بيتزا، راني حابه البيتزا تاع برا اللي يبيعوها برا. صح، عندك اجندة راكي تكتبي في الوصفات تاعنا. الو الو منال. منال نعم، عندك اجندة راكي تسجلي الوصفات. استني شويه. صح صح، كي تقطعي جبدي لاجوندا تاعك وستيلو دوك نعطوك لاباطا بيتزا ونباتي ديري بها بزاف صوالح. الله يحفظك. نوعدوك انه قبل نهايه حصه اليوم او حلقه اليوم راح يكون معاك الوصفه ان شاء الله. هذا مكان منال. منال يا منال، ولايه لمسان شويه رديئه شويه منال. اكيد تسناو عليا تسناو عليا انا نجيب نعود نجيب الورقه والستيلو. لا لا خذي كل راحتك منال، حنا يعني ربما لما نروح نقعدوا في الطابله نمدولها. روحي باكي نقعدوا في اخر حصه. يلا في اخر الحصه جيبي انت دوكا، حنا لما تقطعي المكالمه جيبي ورقه وستيلو في غردك وحطيه وقعدي شوف فينا، هكذا نضمنوك انك راكي راح تفرجينا حتى للاخر ونعطيك نعطيناك الوصفه دوكا تهربي. تبدلي يلا قعدي معنا. لا لا شوف راح نعطوك الوصفه بعد قليل. ميرسي بوكو. شكرا حبيبتي، تحياتنا ليك وسلامنا لكل سكان ولايه لمسان. وشكرا لاتصالك. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا. الله صافي بليزير، يعطيهم الصحة. إن شاء الله ناس الجنوب يكونوا معنا. أكيد دوك يعيطوا من الجنوب، دوك ماما تربط التليفون من ولايه الأغواط. ألو نعم. نسلم على ناس الغواط كامل كيما راهو ناس الجنوب. ناس الغواط حتى ناس الغواط يعني عندهم، انا ما ننتميش للمنطقه لكن عشت فيها زدت فيها وتربيت فيها. الله يبارك. وعندهم طبخ بنين بزاف ليلى، حتى عندهم يعني الطبق المشهور تاعهم الطعام، لكن الطعام يديروه بمرقه حلوه. الله الله، الى عندك هذه المعلومه يديروا فيه حتى يعني عندهم عشبه خاصه اسمها شبت الشيخ الى راهم يسمعوا فيها ان شاء الله ما نكونش غلط.
تندر في الطعام، يعني هذيك العشبه يحرقوها في النار ويطفوها في المرقه تعطي واحد الذوق نيله. سبحان الله رائع جدا. نستناك تجيبي لي الوصفه نجيبها لك بالتدقيق ونحاول نطبقها. ويديروا فيها حتى المرقه يديروا فيها السكر، يعني حلوه ما فيهاش كاع الملح، يديروا شويه ملح. ما شاء الله وطبقه رائعه. كما نقولوا الجزائر كلها يعني في كل منطقه مختصة من مناطق الوطن عندها الطبق اللي تتميز به وتختص به. ما شاء الله يعني عاداتنا وتقاليدنا واسعة وعريقة جدا، وهذا يعني دائما الحاجة اللي نشرفوا بها لما ربما نكونوا في بلدان في الخارج في بلدان آخر في الخارج لما يسقسونا قالوا شنو هو الطبق، قال عندنا بزاف، عندنا الرشاة، عندنا الشخشوخة، عندنا الطعام، عندنا مطبخ ما تلقايش واش مطبخ سميش ما تسميش. ما شاء الله ربي يحفظ لنا بلادنا إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. وكاش نهار تجيبي لنا الوصفة كاملة أكيد راح نديروها للمشاهدين. راح نجيب لك الوصفة كاملة أنا نطيبها لهم وأنت تجينا تقبل نستقبل المكالمات وخليها تسخن. انا اللي مازال ما ولفتهاش. الله سميه تقدري تعاودي لنا واش درنا داخل؟ هنا كنا درنا تليتلي تليتلي ديالنا، زدنا الطون، زدنا المعيس، الزيتون والبيض من الفوق، ورانا نديرو في الطوماطيش نقطعو فيها سيدتي الكريمه. خلاص انا قريب ندي بلاصه الشيف ليلى. شفتي ما كان حتى حاجه صعيبه، دائما نقول لها لا ما ليلى شغل ما غبنتينيش، عطيتيني العفسه السهله. قلت لك امتحان فجائي. فجائي هذاك فجائي نخاف منه. كنت نكره هذاك تاع كيقول لك خرج ورقه من الدويجه. يلا عندك فرض فرض اليوم. الو الو مكالمه اخرى. سمية. وعليكم السلام اختي العزيزه. ملكة الجمال يا عمري. خلاصني خارجه. الله الله عام سعيد عقوبه كل عام ان شاء الله وعيد سعيد ندير لك كل شيء. شكرا حبيبتي شكرا. يلا قبله شكرا قبله مني ليك خصيصا. نتمنى لك النجاح كيما نتحد زهران نتمنى لك النجاح ان شاء الله يا ربي. والله نجاح كل واحد فينا في قناه الشروق، يعني في كل واحد في البرنامج الخاص به هو نجاح المجمع ككل. احنا دائما نقولها يعني ما كانش منافسه ما بيناتنا حنايا، احنا النفس ربما قنوات اخرى، لكن المجمع يبقى دائما يرفع اسم قناه الشروق او مجمع الشروق. سمية انا ام فاطمه من المستغنى شوفي مشاهده وفيه للبرنامج. الله يبارك الله يبارك. شوفي ملي نوض الصباح ما نخلي ايمان ما نخلي لطفي اليوم عييت وما حكمتش الصباح. يلا كاين مفاجأة، كاين برنامج واحد اخر ثاني راح يكون ان شاء الله راح نكون حاضرة فيه. ماذا بيا تكوني؟ محمد الخوخي. راح نطل ان شاء الله باذن الله مع محمد الخوخي في برنامج وتكوني ان شاء الله وفية معنا وتتصلي بينا ان شاء الله يا رب. شكرا. من الشروق شوفي كيما كنتوا معنا في رمضان خضار ووفقتونا ربي يوفقكم في ذاك البرنامج. أكيد. وكنا علينا الضيقة ما حسيناش كاع بالحج. احنا دائما مرة مازال ما خرجتهم. يلا احنا هذا واش انا نقولوا انه وهذا واش يتصرع عليه مديره قناه المجمع انه يكون البرامج يعني فيها تنوع لكل يعني الاذواق، اللي يحب الدين اللي يحب الطبخ اللي يحب الثقافه، كل يعني البرامج تكون حاضره خاصه مع هذا الحجر الصحي اللي الناس قاعده في الدار. احنا دائما في خدمتكم يعني هذا من دون واجب. ليلى حابه تهضر معك. الو تفضلي مرحبا. إلا ما شوفي إلا ما خدنيش الذاكرة خطرة سمعت الأخ لطفي أنا نقول له الزميل تاعك ووالدك والأخ. أكيد. شوفي سمع قال الجد تاعك توفى. صح صح في رمضان الجد تاعك توفى يا خي. نعم أكيد في شهر رمضان كان توفى اللي نتمناو له ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله. نعزيك. قاتلك نعزيك. الله يسلمك الله يعطيك ما تمناي. الله يرحمه برحمته الواسعة. اكيد يرحمه ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنات ان شاء الله يا رب. او نتمنى الشفاء العاجل للجده تاعي ربي يحفظها ويخليها لي ان شاء الله. ربي يصبرك ان شاء الله. الله يسلمك الله يعيشك ويرحم كامل الموتى تاع المؤمنين يا رب. انا مشاهده وفيه كل شيء نكتبه في ورقه. شيء جميل هذا واش نحبوا احنا لما تسمعوا الوصفات ولا تشوفوا الوصفات هكذا قبل ما تبدا الو شوف دائما الورقه والستيلو راهي عندكم في يدكم. كل عام ندير ملي كان يحيى بطيش كارين هادو كاع عندي كراريس تاعهم. اكيد تحياتنا ليهم. وقولي لي هادوك الكراريس كي منين داك تجبدي هكذا تقلبي الاوراق وتطيبي ولا راكي مخبيتهم راهي فوقهم الغبره؟ سي لا الحمد لله يا اكيد سي. قولي لي سيتي كاش وصفات من وصفات ليلى الجميله؟ البارح درت الاخت سميها ليلى مع لطفي صباح الاخت لي لا ماشي ليلى نول البارح اللي درت المعقود اليوم سيدة الفطور جاني ما شاء الله
جاك بنين يلا جربت انا كنت خرجت ماشي معاك انت يا ربما شاف اخرى قالت لك دارت المعقوده على ما اظن ولا ما باليش قالت لك طيبتها وجات بنينه حنا كنا البارح درنا لابايل ولا كنتي شفتينا المعقوده كنت درتها قبل رمضان درناها مع الحريره على ما اظن المعقوده في الغرب الجزائري لازم تكون حاضره في شهر رمضان قلت لك لابا جاي تعاودي لي غريبيه كي باغيه الغريبيه نعطيها لك ولا تشوفيها معايا ملي فات درتيها بالبيض من الفوق بياض البيض ان شاء الله نعطي لك الوصفه في اخر الحصه ومن بعد تزيدي تشوفيها معايا جاهزه حضروا برك لي زاجوندا ولي ستيلو في اخر الحصه راح نعطيكم الغريبيه ونعطيكم لاباط تاع لابيتزا ان شاء الله اخت سميه نعم نعمتك دائما معليش عندي طالب يلا تفضلي ربي يزيد فضلك ربي يوفقهم ان شاء الله في هذا البرنامج ان شاء الله يا ربي ثم النجاح ثم النجاح وعندي هديه صغيره بك اليوم عيد ميلاد الاخت تاعي عيد ميلاد الاخت تاعك ناصره اللي نقولها عيد ميلاد سعيد العقوبه ال 100 سنه ان شاء الله وربي يشدك ويحفظك الوديه التي واقفه معاهم ان شاء الله يا ربي احنا كذلك نتمنوا لها عيد سعيد ونقولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي بخير العقوبه ان شاء الله ال 100 سنه وربي يخليكم مع بعضاتكم دايما مجمولين. سمية راكي قمر. شكرا لك حبيبتي قالت لك يا قمر سمعتيها يا ليلى. الله يبارك ما شاء الله انت قلتها لك شكرا لك حبيبتي شكرا عيونك الجميله. مشروق نورتيها. شكرا لك حبيبتي والله عيونك جميله ويعني حشمتيني كما يقولوا. حقيقه هذه. كل الامه اللي راه معكم مسالهم السلام. شكرا لك حبيبتي كلهم يسلموا عليك وبقاي دائما وفيه الى قناه الشروق والى هذا البرنامج برنامج الو شاف اللي يخدمكم في كل يوم من الوحدة ونص حتى الى غايه الساعه الثالثه شكرا لك على هذا الاتصال شكرا لك على هذه الكلمات الجميله اللي شعرتيني بهم اليوم دمتي دائما ان شاء الله متالقه شكرا لك حبيبتي والله انت كذلك جميله جميله روح جميله قلب جميله وجه يعني في كل الجمال ليلى شكرا الله يخليك اذا احنا نختنموا الوقت دائما يطلبوا مني وصفه لامايونيز اذا اليوم بما ان درنا لا سالا دو بات حبيت نحضر معاهم اسهل وصفه للمايونيز وكاين عده وصفات صبروا عليا ما تقولوليش انا نديرها هكا ولا نديرها هكا كاين وصفات بسفر البيت اليوم حنديروها ببيضه كامله وبداو شفاو الوصفات راح نبداوها بالبيضه كامله وروح اذا اول شيء عندي حبه بيض كامله درت عليها رشه تاع الملح وراح ندير ملعقه مليحه تاع لاموتارد هنا لاموتارد ماشي اجباريه لكن راح تعطينا قروطيه راح تعطينا قروطيه وراح تساعد لامايونيز تاعنا على التمسك وراح نحتاج كاس تاع الزيت كما راكي تشوفي كاس يعني معمر ونروحوا للميكسر بسم الله شوف لك اللي يلحق فوالا هكا حسام فوالا بسم الله ما نغيرش المكان نساعد انا نظن انه نحيلو هذا البرك هكذا باش تكون الصوره واضحه فوالا الوغ درنا حبه تاع البيض خلاص ما يجينيش درت حبه بيض كامله رشه تاع الملح ومغرفه صغيره تاع لاموتارد قلنا لاموتارد راح تساعد على التمسك وعندي كاس تاع الزيت اذا بسم الله نتوما خذوا لو بول تاع لو ميكسور اللي يكون غامق هو طويل من الاحسن باش ما تتفتحش ونبدا نضيف في الزيت نضيفوا لها الزيت تدريجيا فوالا بشويه إذا كان لو ميكسور بويسون ما راحش تاخذ لهم وقت طويل نزيدها شويه نبقاو نضيفو غير بالعقل قلنا كاين وصفات تعتمد على لو جون غير صفار البيض يكونوا جوج صفار مع كاس تاع الزيت كاين وصفات بالحليب مايونيز بالحليب نص كاس حليب ونص كاس تاع الزيت وكاين اللي بالحليب ولو فروماج يعني كاين عدة وصفات إن شاء الله كل مرة في الصيف هذا نشوفوا وصفة من وصفات لامايونيز يعني كيل تاع حبة بيض هو كاس تاع الزيت يعني بكاس تاع الزيت راح تجيهم إن شاء الله سوا سوا وقد ما يطولوا معاها قد ما راح تتماسك طلي على
بالك وجهك بركي على الزهون فوالا على ما اظن خلاص صعبت ليلى درك نجيلي. المهم يا اخي ما تحرقش احمرت بزاف من الفوق نقصلها شويه سميه للصور الله يحفظها. هذا ليلى ولا هذا؟ اللي من هي؟ نقصي جبديه عبدي عليه يخرج ونقصي فوالا. لا مايونيز تاعنا كيما راكو تشوفوا هاي عقدت. نكمل شويه تاع الزيت اللي قعدت يعني الكيس تاعها اذا نضيفوا لا مايونيز تاعنا اللي فيها الزيت وفيها لا موتار بالبنه تاع القروسيه لهذيك الخليط تاع لاصالات. السلطه اللي قطعتها راح نديرها في لوفون تاع لي فيغي راح تكون كطبقه اولى وهذا التليتلي راح يجي من الفوق نشبح بشويه زيتون وحنا تحصلنا على سلطه في كؤوس. اللي يحب يزيد لها عصره ليمون ممكن، اللي يحب يدير لها الخل ممكن، اللي يحب يخليها كيما راهي يكتفي. يعني ما خذاتش وقت كبير ليلى ووجدت على ما اظن خير من تاع فوالا. وندوقوها برك على الملح. يلا اتصال اخر. اسمع. الو 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 مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم؟ الحمد لله وانتم واش راكم؟ شغل لاباس. كيف حوالكم؟ والله غير تخي بيان. الحمد لله شكون معايا؟ انا هذا وين شفتك؟ يلا معليش. الله يبارك ما شاء الله. شكرا لك حبيبتي، قولي لي شكون معايا؟ انا يا ليلى من البليده. ليلى من البليده، زهره من زهور البليده. راح انا من باب الواد. الله يبارك الله يبارك. الله يبارك، كيفاش راهي البليده؟ الحمد لله تخي بيان. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. متتبعة وفية؟ نعم؟ متتبعة وفية، مداري تشوفي برنامج على وشاف؟ وفية قبل كونفينمون، بالرمضان، رمضان ما وليتش وفية. شتي رمضان ياخذ لنا كل الوقت يعني مع التحضيرات مع. واسمه هذوك الوصفات تاع اختي ليلى. اختي ليلى واش راكي؟ لاباس الحمد لله، طول ما انتم بخير، احنا على أحسن حال. اختي على بالك هدرت معك صافي دو فوا. مرحبا. يعني ثاني اتصال. هذه ثروزيام فوا. مرحبا مرحبا بيك. بيك اهلا يسلمك اختي يعطيك الصحة. يا درا جربتي ونجحتي؟ جربت شوفي اختي سية الديول تاعك. سية الديول ونجحت الله يبارك. ما شاء الله يعطيك الصحة وربي يهنيك. وديولهم صعبين. ذلك نزيد نقول لك الشابة كاع. زدت واسمو هذاك خبز تورتيلا تاع تاكوس. خبز تاكوس. الله يبارك. هذيك. واسمها هذيك كيفاش يقولوا تحليات بالكراميل درتيها. راكي جربتي عدة وصفات ما شاء الله. وجربت الوصفات الصعيبة. صعيبة سيرتو الديول يعني الله يبارك. بارك فيك يسلمك يهنيك. قولي لك شنو حبيتي تسقسيها اليوم سيداتي؟ والله شوفي أنا ما عندي ما نسقسيها يعني يعطيها الصح. أنا لحقت بالنص يعني النص يعني واش راهي دير يعني ما معليش يعني دوك ندريسي ولا طاب ديالنا ونعاودو في ونعاودو واش كنا حضرنا النهار اليوم دوك نعاودو لي غوسات دو ا زد اللي ما لحقش من الاول يكتب الوصفات. اي معليش ماشي بروبليم ما كنت نقدر ندخل يعني الانترنت نشوفهاش ان شاء الله الا كتبت. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يعطيكم الصحه وسلم. الله يسلمك كامل على لطفي على واسمها شف واسمها راح لي اسمها كاين بزاف نعيمه. نعيمة كاين ماما نعيمة كاين نحييوهم كامل اكيد كل واحد باسمه كامل يعطيكم الصحة وهذا ما كان هذه هي. شكرا لك سيداتي شكرا لك تحياتنا لك. ميرسي صحتي بالسلامة صحتي. ليلى انا نقول ما بقاش معنا بزاف وقت ما بقاش جيست لو دروطاج راح نخرجوا لابالوتين تاعنا نحيو لها الخير تفقديها باسكو جاب لي ربي دقيت لها كامل جيست سيبا يعطيك الصحة مانيش حابة نقعد بلا فطور رانا جعانين مازال ما فطرناش نحيو لها الخير وندرسيوها مع البطاطا تاعنا. يلا. والصلاه تاعنا كيما راكي شتي درت كوش تاع لاصالاد وكوش تاع تليتلي راح نديرو فقط زيتونات وشويه فينيغرا تاع الفوق ونقدموها. يلا نروحو ناخذو فاصل وبعدها نتلاقاو على الطاوله. يلا. المخرج ديالنا ميمو ناخذو فاصل. يلا فاصل الشهري وبعدها نتلاقاو على الطاوله. Thank you.
عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام دائما في برنامجكم الو شيف، واليوم دائما وكل عاده حاضره معايا الشيف ليلى جميلتي اللي دائما ترافقني في هذا الحصه. اليوم المائده تاعنا راهي من الطبق الرئيسي للتحليه، يعني كلش حاضر معنا تفضلي ليلى. يعني يعطيهم الصحه اللي تبقوا معنا حتى الاخر الحصه، كنا درنا مع بعض طيله هذه الحصه الثانيه تاع الو شيف، درنا كمقبله سلطه بكليتلي كما راكم تشوفوا معنا، وحضرنا لا مايونيز مع بعض اللي كانت عليها تساؤلات كثيره. شفتوا ما تاخذش وقت كثير، يعني زوج دقائق تكون المايونيز جاهزه. درنا اونفيغين ودرنا صحن يعني عادي كل واحد كاش يحب يقدمها. حضرنا كذلك لابالوتين اللي كانت عباره عن دجاجه منزوعه العظام، حشيناها بالمرقاز والبصل والفلفل، قدمناها بالبطاطا بالقشره تاعها بعد اللي غليناها وحمرناها معها في الفرن. ودرنا كذلك تحليه جاتو شونتيي والبانان والكراميل. ان شاء الله يعجبكم كامل هذه الوصفات ونشوفوا تطبيقاتكم على الصفحه. اكيد احنا كذلك ليلى كنا وعدنا زوج متصلات، واحده من الشيف من ولايه تلمسان والاخرى على ما اظن من ولايه بوليده. نعم على ما اظن، معليش كنا وعدناهم انه نقدموا لهم عجينه البيتزا. والوصفه الثانيه معليش انا نمد الوصفه الغريبيه بالبيض. الوصفه الاولى للسيده اللي طلبت البيتزا، ان شاء الله حضرتي لاجوندا تاعك والستيلو، نعطيك العجينه الناجحه في كل المخبوزات تقدري ديري بها البيتزا، تقدري ديري بها سوفلي، كما تقدري ديري بها خبز تاع لي زومبورغر، يعني اي حاجه تاع عجائن تقدري تحضريها بهذه العجينه اللي سميتها العجينه العجيبه او لاباط ماجي سحريه. انا راح نعطيك كيله كبيره، وانت الا عندك افراد ماشي بزاف تقدري تقسمي الكيله على اثنين. اذا ناخذوا الكاس تاع الكازوز نشربوا به الكازوز في الدار، الكيلو كاس تاع الماء، كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، نعاود كاس تاع حليب، كاس تاع ماء، نص كاس تاع الزيت، ديري زوج حبات تاع البيض، نديرو مغرفه ولا اثنين تاع السكر، نديرو مغرفه تاع الملح، نديرو شويه زعتر يابس نحكوه ونطموها بالفرينه، بلا ما نساو الخميره تاع الخبز اللي راح تكون اذا كانت في السخانه مغرفه تكفي، الا كنا في الشتاء نديرو زوج مغارف. اذا نعاود كاس تاع الماء، كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، زوج حبات تاع البيض، زوج مغارف تاع السكر، مغرفه تاع الملح، ومغرفه مغرفه ونص حتى الاثنين تاع الخميره حسب الجو. نديرو كامل السوائل مع بعض ونطموها بالفريره، خليها تخمر تطلع مليح حوالي ساعه ساعه ونص، خليها حتى يضعف الحجم، من بعد قسميها كويرات خدمي بها بيتزا. لكن لما تحطي طوماطيش وتحطي لافاس ما تخليهاش تخمر بزاف، يعني جست تعمريها دخليها الطيب وبالصحه والهنا. يلا بالغريبيه عندنا ان شاء الله للسيده اللي طلبت الغريبيه دون المقادير. سيدتي راح تاخذي 250 غرام من المارغارين، ديريها سوا بالباتور سوا بالبيتخان، باش ما تكونش بالكفه تاع اليد، الكفه تاع اليد مع السخانه راح تطيح لك. جو بريفير لو باتور. 250 غرام مارغارين، ضيفوا عليها 250 مللتر تاع الزيت، 250 مارغارين، 250 مللتر تاع الزيت، و 250 غرام تاع سكر غلاس، ضربهم بالباتور حتى تولي لنا اون موس. 250 مارغارين، 250 زيت، 250 سكر غلاس، تولي لك اون بومان. نوقفوا لهنا لو باتور ونروحوا ناخذوا باكي تاع الفارينه ونبداو نضيفوا، راح تاخذ لك حوالي غرام بالتقريب حوالي 900 غرام مع